بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، والطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفئة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وده مع وجود فرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا إن احنا بقالنا فترة مش قليلة بنحس بفصول السنة كلها بتحصل في يوم واحد. بالفعل يمكن احنا بنشهد انخفاض في درجات الحرارة منذ أمس وأول أمس، متوقع إن هو يكمل معانا اليوم. استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحمل جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحرارة، وتعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام بحوالي درجتين. الطقس هنحس بيه فترة النهار هو طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط للرياح، هو نشاط نسبي للرياح بيزود إحساسنا أكثر من انخفاض درجات الحرارة ويخلينا نحس بالبرودة فترة الصباح الباكر وفترة ساعات الليل المتأخر. كمان اليوم مع المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، يمكن بدات خلال الساعات الماضيه في بعض المناطق من الاسكندريه، لكن هي مجملها امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وهتكون على فترات متقطعه ممكن نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. انخفاض درجات الحراره والاجواء المعتدله دي هتفضل معانا ان شاء الله لحد يوم الثلاثاء القادم، نفس درجات الحراره نفس الاعتدال في الاجواء، مع يوم الاربعاء تبدا درجات الحراره ترتفع ارتفاع طفيف. المهم اللي احنا لازم ناخد بالنا منه خلال الفتره دي هو درجات الحراره المنخفضه خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر، فعشان كده احنا بناكد فترة الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية، نحافظ على الملابس الرباعية ويكون معانا جاكيت لو احنا بنخرج في الأوقات. طيب بعد يوم الثلاثاء هل احنا متأثرين بمنخفض جوي تاني او هيتم يعني انخفاض درجات الحرارة اكتر من كده؟ لا، بعد يوم الثلاثاء ان شاء الله اعتبارا من يوم الاربعاء تبدا الكتل الهوائيه القادمه من مناطق صحراويه تاثر علينا، فبالتالي هيبقى في ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، هي ارتفاعات طفيفه، يعني متوقع يوم الاربعاء العظمى على القاهره الكبرى تكون 29 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع هتوصل ل 32 درجه مئويه، هيكون كمان في تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر، يعني هيكون في استقرار الاحوال الجويه لكن هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره. طيب الظواهر الجويه اللي موجوده دلوقتي زي الرياح المثيره للرمال والأتربة وكمان الامطار اللي موجوده، هل هي مكمله معانا ولا اخرها معانا لحد يوم الثلاث بس؟ هو طبعا نشاط الرياح اللي موجود معانا مش هيكون ان شاء الله مثير للرمال والأتربة، خاصه اليوم والايام المقبله هيكمل معانا ان شاء الله لحد يوم الثلاث، يمكن نكمل معانا لنهايه الاسبوع، نشاط الرياح مستمر معانا وبنحس بيه اكتر في ساعات المساء وساعات المغرب، الوقت ده هو النشاط الرياح فيه بيزيد بشكل كبير وبنحس بيه، لكن هو بيساعد فقط على احساسنا بانخفاض درجات الحراره والاجواء الربيعيه. فرص الامطار موجوده معانا اليوم وهتستمر معانا غدا على السواحل الشماليه الشرقيه، لكن مع يوم الثلاثاء ان شاء الله هتتلاشى من على كافه مناطق الجمهوريه. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 28-16، اسكندرية 23-16، العلمين الجديدة 23-15، مطروح 22-16، دمياط 24-17، بورسعيد 24-16، الإسماعيلية 28-16.
نروح للسويس العظمى فيها 28 والصغرى 16، العريش 24-15، كاترين 23-9، طابة 27-20، حلايب 29-21، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 31-20، الغردقة 31-20، الفيوم العظمى 29 والصغرى 17، بني سويف 29-16، الوادي الجديد 32-20، أسيوط 29-17، سوهاج 30-18، قنا 32-19، الأقصر 33-19، وأخيرا أسوان العظمى فيها 34 والصغرى 20. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان تعليمات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا.